اسمع نور دكتور لي مالك، عندنا موضوع مهم جدا اليوم سنتحدث عليه مشاهدينا، اسلوب الحياه الخالي من الحركه والجلوس الطويل امام شاشه الكمبيوتر الموبايل التلفزيون، كثره مشاكل الرقبه والامها. هذه الالام متى تتخطى كونها مجرد الم وتصبح بحاجه الى علاج؟ هذا هو الموضوع اللي باش نناقشوه اليوم مع الدكتور إلي مالك الاختصاصي في تطبيق تقويم العظام والطب الرياضي والوخز بالابر الطبي. هكا ولا صباح الخير. صباح الورد مره اخرى دكتور. اذا نتحدث عن الخلل الوظيفي للرقبه بحكم نمط الحياه اللي اصبح عندنا الكلنا اصبحنا هكا. صح صح صح. يعني وخاصة كلنا عندنا مشاكل، خاصة هالسنتين بالكوفيد كونفا الحجر قلة الحركة، صار وركينج فروم هوم، الشغل من البيت قدام صحيح. الكمبيوتر على فترات طويلة، قد ما تجلس قعدتك مع الوقت بدك تاخذ قعدة بتطب لقدام، الشغل على الموبايل كل الوقت، هالانحنى الأمامي للرقبة، كله هيدا عم بحط ضغط على العمود الفقري ومينلي على خرزات على فقرات الرقبة وعم بيعمل مشاكل اللي هو الخلل الوظيفي بالرقبة. طيب وقتاش متى يجب على المريض أن يزور الطبيب لعلاج هالمشاكل هذه؟ يعني وقت يحس بألام شديدة جدا أم مجرد فقط من أول ألم يحس أنه غريب نوعا ما يجب زيارة الطبيب؟ من هنا المشكلة عم بيجوا المرضى عم بيجوا بحالة مثل ما نقول بالعرب الدارج مستويين. يعني الحاله مستويه، بيجي لعندك ما في حرك رقبته، لا يبرم لا يمين ولا شمال، ما في يطوي جنابه، وجع عم بينزل على الايد، تنميل بالايدين، كيف بالليل ما عم بيقدر ينام، عم بيضطر في منهم عم بيضطروا يقعدوا بالليزي بوي حتى يقدروا الكرسي اللي هي صحيح المساج مساج حتى يقدروا يناموا حتى تكون الرقبه على طول مسنوده. هيدي صرنا بحاله نحن خلص يعني اصلا مجبورين نعالج. نحن الحاله المهمه اللي يجي فيها المريض او المريض ينتبه على انه لازم يشوف طبيبه، ونحن بالاستجوبه بتبين هيدي، بنسال المريض متى بلش الوجع، بيقول المريض من 6 أشهر 7 أشهر بلش شوي الوجع وعيت على بكره مشنج، 3 4 أيام ما فك الوجع، اخذ مضاد للالتهابات، مرخي عضلي، مش الحال، بعد جمعه جمعتين شهر رجع الوجع. وقت الوجع بيسابر على الشخص، يعني وقت الوجع بيطول، هلا بتتضايق بتوقع مشنج او بتعمل حركه بتشنج نص نهار نهار ماشي الحال، بس وقت يكون هالوجع بيبقى على فتره طويله يومين ثلاثه بتضطر تاخذ علاج، هون لازم نعمل استشاره للطبيب ونعمل فحوصات طبيه. يعني طيب دكتور اخبرنا تفصيليا عن فقرات الرقبه اللي موجوده عندنا، يعني عمليا كيف يمكن ان يكون الخلق؟ يعني هلا هيدا عمود فقري مصغر، اكيد مصغر اكيد عمود فقري مصغر. خرزات الرقبه هن 7، في جمجمة في الراس، جمجمه الراس، وفي حزام الكتفين، بيناتهم في 7 فقرات هيدي بطريقه مصغره. هلا مكبره هول فقرتين هن هول هن، تناخذ فقرتين من الرقبه هول هن. الفقرتين مكونين اكيد عندك العظم الفقرات وعندك الديسك الغضروف، الغضروف هي ماده جيلاتينيه بتسمح لهالخرزات تاخذ وتعطي حسب التعب حسب الضغط اللي بيصير على السنسله. الخلل الوظيفي شو هو؟ الخلل الوظيفي هو انحنى مبسط بالفقرات وبصير في مثل بلوكج، يعني بصير في مثل تعليق هالفقرات ناتج عن وضعيه غلط، عن تشنج عضلي، اذا عم نحكي هيدا بدنا نحكي هول صاروا هيك تقريبا، يعني هيدا بالخلف عندنا على العضلات لاقطين هيك، اذا عندنا تشنج عضلي عميلي بيعمل هالانحنى بالفقرات، هالانحنى بيعمل تصلب وتشنج بالفقرات، بيعمل ضغط على العصب وبيعمل العوارض. بنبلش بوجع بالرقبه، بنبلش بعدين بوجع بينزل على الايد، بس هالعصب ما نقدر نعالجه، ما نعالج هالمشكله هالعصب بيصير في تهيج قوي بالعصب، بيصير في تنميل، وبنوصل لدرجه نحن بنبلش بمشكله ميكانيكيه. ايمن هيدي مشكله ميكانيكيه، مع الوقت اذا المريض ما تعالج شو بيصير؟ بيصير في شيء انزلاق غضروفي، يعني هيدا بصير في ضغط على الديسك وهيدا الديسك بيطلع من محله. جرب خليها يعني ثابته دكتور باش تحاول الكاميرا تاخذها اكثر لنقربه اكثر للمشاهدين. هيدا الانزلاق الغضروفي، هذا هو الطريقه اللي يصير فيها الانزلاق الغضروفي، وهيدا بيجي نتيجه ضغط مزمن. نرجع بنقول اول شيء خلل وظيفه ميكانيكي، تقيد حركه بالفقرات، ضغط على العصب، تهيج العصب، اشارات وجع، تنميل شوي ما عم في حرك رقبتي، بناخذ دواء بنجرب نرخي بس الخلل بعده موجود، ضغط على هالميله من الغضروف، ضغط ضغط ضغط، مزق بالغضروف وانزلاق غضروفي. هون ساعتها صار في كبس على العصب، صار في عندنا الحاله المستعصيه،
يلي هي بيضعف العصب بنسميها ريفرسبل باراليزس، شلل رجعي. يعني بيقول لك المريض ما بقى فيه احمل بايدي، صار عندي ضعف، بيضعفوا عضلات الايد، صرنا هون بحاله كثير متطوره. العلاج الاساسي لازم يكون باول حاله، بالحاله اللي هي فيها خلل وظيفي بالفقر. طيب في حال وصلت الى درجات القصوى، هل هناك حلول؟ هل هناك علاجات؟ اكيد. هلا العلاج الاساسي حتى لو في بلش في انزلاق غضروفي، اذا الانزلاق الغضروفي منه متطور وما صار في عندنا كبس او معس للعصب، العلاجات الاساسيه هي تقويم العظام كاساس، لانه بالنهايه نحن عم نشتغل على الجهاز الهيكلي يلي هو الشاسي الجسم اللي انت ماشي وبتتحرك وبتعمل من ورا. نحن بنعمل هالتقويم، بنرخي. هلا بنرجع بنفرجيها باخر حلقه كيف بتتم حركه التقويم. بنعمل مثل حركه سريعه تنفتح هالمجربين هلالين. ايمن هول ما يبينوا على الاكس راي، ما يبينوا على الصور ولا على الام ار اي، الرنين المغناطيسي، الفحوصات، بتعمل فحوصات بيقول لك ما في شيء، في شويه تكلس، في شويه انزلاق غضروفي، ما في شيء. هيدا خد الخلل الوظيفي البسيط ما بيبين صحيح. على الصور الاعتياديه. فنحن بنبلش بالعلاج التقويمي. اذا عندنا حاله متطوره، هلا اذا عندنا حاله متطوره مع التهابات، بطلنا بالحاله الميكانيكيه البحتيه، صرنا في عندنا التهابات، هون بنلجا مع علاج التقويمي للعلاجات المعروفه اللي هي مضاد الالتهابات، علاج الكورتيزون. وبنلجأ كمان بعد ايام في حال ايمن ما بنقدر نعمل ليش تقويم، المسنين اللي عندهم هشاشه بالعظم، اللي عندهم امراض مزمنه بتضاعف الجهاز العضلي الهيكلي، ما فينا نعمل حركات تقويميه او حركات علاجيه، معقول يكون في نسبب شعر او كسر بالعظم، بنلجأ لعلاجات مكمله منا اللي بنحكي عنها على طول، هو الوخز الابر الطبي، اعاده تاهيل للشبكات العضليه، العلاج الفيزيائي، هول اللي بيجوا مكملين صحيح. واساسيين ببعض الحالات، ولكن اذا بدنا نحكي الاساس المين طيب. رود هو تقويم التقويم طيب العزم. نحن خلينا نستغل الفرصه دكتور بوجودك معنا، احنا بنشوفوا ديمونستراسيون معك كامله اكثر تفصيليا مع الدموزيل اللي بتكون موجوده معك، ف يلا تفضل دكتور. نواصل نحن حديثنا. إذن كما ذكرنا المشكلة اللي موجودة على مستوى الرقبة، وكما ذكرت دكتور إيلي العلاجات المختلفة اللي يمكن نشرح بطريقة مبسطة، يعني ما فينا نعمل علاج كامل، بس حتى نفصل ويعرفوا العالم العوارض اللي بيحسوا فيها، يقدروا يعملوا لينك، صلة وصل بين العوارض والخلل الوظيفي. الرقبة في عنا فقرات العليا والفقرات السفلى. إذا عم نحكي نحن بالبارتي أو بالشقف الأعلى، إذا في خلل وظيفي بالفقرات الأولى الثانية الثالثة وحتى الرابعة، العوارض الأساسية اللي منحسها وجع راس صحيح، طنين بالدينة، وجع حتى بينزل للغدة، وجع أمامي بالغدة. يعني في كتير عالم بتصير عندها وجع هون، بتعمل فحوصات وبتفكر إنه في عندها مشكلة بالغدة، بيطلع هيدا ما في شيء، فحوصات طبيعية. هون عم نحكي عن خلل وظيفي بالفقرات العليا. إذا كان الخلل الوظيفي من النصف ونزول لا حديد الإشاط أو الإشاط الكتفي، عندنا العوارض، وجع بينزل على الكتف، في عندنا عرض كتير مهم العالم كمان بتعمل بانيك عليه، يلي هو في كتير مرضى بيحسوا مثل سيخ أو مثل إبرة فايتة بين الرفشين، مثل كأنه في شيء عم بينقر، ما عندهم عوارض تانية، ما عندهم وجع بالرقبة، ما عندهم شيء، عندهم بس هالعارض هيدا. هيدا جاي من خلل وظيفة بالخرزة الرابعة والخامسة. بيعملوا فحوصات، شو بيفكروا؟ بالقلب، بيفكروا أرحب المعدة، بيفكروا كل هالعوارض، بيعملوا كل الفحوصات، بتطلع الفحوصات طبيعية. شو بيكون العلاج؟ أدوية أعصاب وأدوية مرخيات عضلية، والمريض ما بيصح، بيضل عنده هالإحساس، إن كان بالميت اليمنى أو الميت اليسرى، هي ذاتها بيكون خلل وظيفة بالرابعة والخامسة. وكل ما ننزل كل ما هالعوارض تنزل، يعني إذا عم نحكي نحن سادسة خامسة سادسة وسابعة، صار عندنا العوارض بدها تنزل على الإيد من قدام أو من وراء، مع تنميل بالأصابع، مع ضعف، مع ذوبان عضلات. هيدي صرنا بالحالة اللي حكينا عنها المتطورة. وفي حالة كمان هولي مثل ما بيقولوا اكسبشن، يعني هولي حالات كتير ضئيلة، يلي هي الامهات اللي هن بيعملوا الرضاعه الطبيعيه البريست فيدنج. وقت بتلقط البيبي وعم تعمل بريست فيدنج، اذا اخذت هالبوزيشن هيدي هي وحاطه البيبي بهالمنطقه هيدي، اوتوماتيكلي وبتعرف انت بنشوف بالصور حتى تنحني راسنا او بتطلع صحيح. بالبيبي صحيح. في عارض بيصير، واحد هو وجع بالثدي عند الرضاعه، بيعملوا فحوصات، بيفركوا في التهابات بالثدي، بيفركوا بيشوفوا الطبيب النسائي وبيعملوا كل الفحوصات وما في شيء،
والام هيدا بيعمل لها ستريس لانه هي حابه تترضع وبنفس الوقت عندها الوجع، وهيدا بيكون خلل وظيفي باخر خرزه السابعه يلي العصب الثامن بيعطي شقفه صغيره بتنزل على الثدي. يعني هول بدنا نحكي العوارض الاساسيه. هلا اذا بدنا نحكي كعلاج، العلاجات الاساسيه هي دقيقه دكتور، مع انه دقيقه واحده للعلاجات وهم برشا اكيد. العلاج نحن بننبش على زاويه، اذا عملنا خلل وظيفي عمليه اليمين بنعمل حركه بننبش على الزاويه اللي هي مسهل فيها، وفي حركه سريعه بنعملها حتى نفك هالمفصل عن جاره حتى يرتاح مجرى العصب ويرتاح العصب. اذا كان المريض مش قادر يقعد فينا نطلب منه ينام، واكيد نحن هون بننبش على الخلل الوظيفي اللي هو باي فقره، وفينا نعمل نفس الحركه هيك، واذا مش قادر المريض يرجع راسه فينا ننبش على الزاويه المعينه اللي بنعمل فيها الحركه السريعه، واكيد الرقبه متصله بنصف الظهر متصله باسفل الظهر، فالعلاج التقويمي هو بيكون علاج كامل، بس اكيد بنعمل فوكس على مشاكل الرقبه. واكيد انه طبعا ينصح دكتور بانه عدم الالتجاء ابدا الى هذه العلاجات الا مع اختصاصيين، لانه لو الانسان يعملها وحده هيدي اصلا مجبور يكون طبيب. انا هيدي من اليوم بوصل المساج، لانه عم نشوف كثير على السوشيال ميديا. صحيح، ما هذا هو نعمل هالكراكنج، وهيدا كثير خطر، لانه ما ننسى انه بالرقبه في شرايين بتغذي الراس، في العمود الفقري، في عنا دودة الظهر، يعني في خطر شلل. صحيح، ما لنا شغلة. فأنا بطلب من أكيد اللي عم بيحضرونا أنه يتأكدوا الشخص اللي عم يروحوا لعنده يكون طبيب مختص تقويم عظام، مش معالج. صحيح، من قريبه يعني. على كل شكرا على كل هذه الإيضاحات، على كل هذه الأجوبة. أيضا نشكرك على حضورك معنا. شكرا لك مرة أخرى الدكتور إيلي مالك، الاختصاصي في طب تقويم العظام وطب رياضي ووخز الإبر الطبي. الفقرة تلقاها أكيد موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة هذا الموضوع المهم جدا لكم، خاصة بهالفترة هذه. دكتور مرة أخرى شكرا لك.